اللي كانت اجتماع عسكري ليبي في القاهرة بحضور ممثلين للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر كقوة رئيسية وعسكريين من تشكيلات ومجموعات من أغلب المناطق الليبية. الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري الذي يشارك في الاجتماع صرح بأن قيادات عسكرية ليبية تلتئم برعاية مصرية يقودها الفريق محمود حجازي مسؤول الملف الليبي، سيبحث المجتمعون آليات توحيد الجيش الليبي بما فيها الجوانب المادية والإدارية وتشكيل هيئة جديدة لإدارة الجيش وتحييد المؤسسة العسكرية عن أي تجاذبات سياسية وخطط التعامل مع التشكيلات المسلحة بألوانها المختلفة، هذا فضلا عن سياسة التجنيد والتدريب بعيدا عن المناطقية والقبلية. ويأتي الاجتماع استكمالا للقاء سابق عقد منتصف سبتمبر الماضي ناقش الأزمات التي واجهتها المؤسسة العسكرية في ليبيا والمشكلات التي عرقلت تماسكها ووحدتها خلال السنوات الماضية. وستشهد القاهرة أيضا جولات جديدة خلال الأسابيع المقبلة. ملوك الشيخ العربية.